مخالفة لصالح اليوفي مع اليوفي مع ضغط جماهيري كبير. برناردسكي اليوم في وسط الميدان مسجل واحد من اهداف اليوفي امام فيورنتينا. الكرة تلعب وبا با 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 جول فعلها الارجنتيني ايغواين ويا له من جول في الدقيقة الثانية من انطلاقة المباراة. يفعلها الارجنتيني بدفاع فريق توتنهام ويسجل هدف ولا اروع. تمريرة من اروع ما يكون وتسديدة من اروع ما يكون من جونزالو ايغواين. ايغواين وفرصة اضافة هدف ثاني ليوفنتوس. ايغواين قد يضيع ايغواين اي 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 ضيع لا الجول الثاني لايغواين ويوفنتوس عند الدقيقة التاسعة. فعلها جونزالو وسجل هدف الرابع في دوري الابطال. فعلها ايغواين وسجل هدف الحادي والعشرين في 72 مباراة في دوري الابطال. راح ايغواين يلعبها لخديرة والتغطية من فيرتونغن والحكم خلى اللاعب ديالي علي هاري كين 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 بابا بابا فعلها كين جول 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 جول. هذا هو المرعب وهذا هو المخيف وهذا هو الذي اطاح ببوفون واطاح بيوفنتوس. فعلها هاري كين على خط المنطقة على خط التسلل ديالي علي هاري كين وهاري كين يراوغ بوفون ويسجل جول. انت مهاجم كبير ورايح